بالنسبة للخبز طبعاً عندنا خبز الحمام بدنا نقطعه، ممكن تنعمل في ناس بيعملوا الفتة بخبز العربي العادي يعني بس هي يعني أصبط بخبز الحمام. أوكي. الخبزة من فتفتها بهاي الطريقة، بس عشان أورجيكم كيف من فتفة الخبز. بنخلي الأولاد الصغار برمضان يقعدوا يتسلوا عليهم الصايمين يفتفتوا الخبز. أوكي، هلأ الحمص نقعناه بالبايكربونات قبل بليلة وبعدين بنغسل الصبح، وإيش بنعمل؟ بنسلقه لحد ما يستوي عنا قد ما سلقتوه ما تزهقوا، خليه لينهري. ممكن نحط معه معلقة ملح وكمون. ماشي؟ ماشي. هلأ بعد ما نسلق وزي ما حكينا اتنهنا، شو بنعمل؟ بدنا نسقي الخبز بالحمصات ومية الحمصات. أوكي يا عيني، هاي أول خطوة. أوكي، هلا راح نحط اللبن. بدنا نسوي ايش البدوة يا رورو؟ هلا البدوة. البدوة راح نحط اللبن. نضيف طبعا عليه الثوم. وراح نضيف عليه حمص الجاهز. عندنا حمص البيروتي الجاهز المعلب، يفضل انه نسخنه. انا فتحت هاي العلبة اورجيكم كيف بيطلع من جوا، هو جامد كثير. فإذا سخناه شوي بالمايكرويف أو ممكن بحمام ساخن عشان يختلط مع اللبن بسهولة أكتر. فبعد ما نسخنه رح يطلع بهالطراوة هاي، ونضيفه على اللبن. هلأ رح أضيف بس كمان قبل الحمص رح أضيف الملح، كمية مريحة من الملح. أوكي، نخلطهم شوي ونضيف لهم الطحينة، طحينة البيروتي عندي كمان، نخلطها شوي قبل ما نسكب. وراح أضيف عصير الليمون. نحطه منيح. أيوة، هدول بدنا إيش نخلطهم. بنحط كمية كويسة من عصير الليمون، يعني ليمونة ونص حطينا. حلو، نخلط منيح. طبعاً بهاي المرحلة ما بدنا بس نعتمد على المقادير، بدنا نضل ندوق. عجبنا طعم البدوة، منضيف ملح، نضيف ثوم، نضيف طحينة. هلأ رح أضيف الحمص. هلأ أنا أظن اللي بيزكي فتة الحمص إنك بتحطي حمص بقلب الفتة، بقلب البدوة. يعني الحمص السائل اللي هو المطحون لما ينحط بقلب البدوة هو اللي بيعطي الطعم الزاكي، رح يعطي طعم كتير زاكي. طبعا مع قدحة السمنة روان هي اللي بتجيب الموضوع كله. هي انت هون حميتي الناس ولا تقولي لي، هي قدحة السمنة. المرحلة هاي شو؟ المرحلة هاي كمان الفتة بتتقدم سخنة، فهلأ قبل التقديم رأسا على طول منبلش منسقي الخبز ومنهرس بهاي الأداة، أو إذا بدكم بالهاون منهرس إيش الحمص مع الخبز. واحنا قاعدين عم نهرسهم بنضيف مية الحمص كل شوي. بدك اساعدك؟ لا لا، ما هو متعوده هيك بنضلنا نضيف. هلا انا بشتغلها دائما بصحن التقديم نفسه. طبعا هلا بنضيف من البدوه كمان على الحمص. أوكي. اوكي يا سلام. يلا عشان هيك لازم يضل الحمص على النار. شغل المعلمين ببلش هيك. معلم الحمصاني روان روان المفتي. الحمصاني كم على الحمصاني، هذا هو احترافي. هلا بدها شوية ايش؟ رشة ملح. ملح. انا حابة اضيف شوية ليمون. تاخذ. اوكي ونرجع. بس ريحة الحمص شو زاكية معاها كمان سنة. هذا كله على النظر. هلا هيك صارت عنا الفتة، شوفي قوامها مناسب. اللي بده يكون تكون اجمد، فكرت اللي بده يسكب ممكن خليها اجمد، واللي بده اياها كمان رخوة اكثر بيقدر يخليها رخوة اكثر. هي البدوة. اوكي هلا نبلش بالتزيين. يلا. حطينا البدوة، بدنا نحط الحمص على الوجه. ايوه تمام. عبين ما احط الحمص روان نحط نحمي السمنه اللي هي بسموها القدحه. بالله تكبسي عشان الكفوف. لا ايوه راح احط السمنه. هو سخن اصلا على الاخر. بدك اياه يقدح؟ خليه على الاخر لو سمحتي. طيب بدنا نقدحه. يلا يلا. هلا شفتي على طول دابت. هلا رح نضيف كمان، رح احطهم كلهم بتعرفي كمان يعني
لا هذا سمن حيواني. يا سلام يا روان يا سلام. اوكي. يلا هلا بنضيف كمان نزين بالحمص عبين ما تقدح معنا مين السمنة. اللي حابين يعملوها بالزيت كمان ممكن. اطفي على هذا على ال تطفي رايك على الحمص. هلا رح نزين برضه برشه من الكمون. احنا بنكون مجهزين البدوه قبل الافطار زي ما حكينا، حتى لو قبل بيوم بنكون مجهزين الحمص المسلوق وما فيش اي مشكله، على طول بس بنفت الخبز وبنحضر على الافطار. اوكي هلا السمنه هيها بلشت تقدح معنا، طلعت الريحه، بس خليها تقدح شوي اكثر. راح احط ارش رشه من اللوز. احلى منظر الصحن والبقدونس. كان زمان والله كان لازم اجيب سنوبر والله. يلا بسم الله. بسم الله. هذه هي الفتة بذاتها. اوبا. ايوه 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 ايوه. يا سلام يا روان يا سلام. فتة الحمص رح نحتاج ل 2 كوب حمص منقوع ومسلوق، 5 لـ 6 قطع خيار، خبز حمام، 2 سن ثوم مهروس، علبة حمص صغير، علبة حمص صغيرة يعني حمص جاهز بطحينة، وكمان رح نحتاج ل4 لـ5 ملاعق طعام من الطحينة، 4 لـ5 ملاعق طعام لبن، 1.5 عصير يعني ليمونة ومعصورة، 1.5 ليمونة، 2 ملعقة صغيرة ملح، وملعقة طعام سمن، سنوبر ولوز، بقدونس مفروم، رشة بابريكا ورشة كمون للتزيين.